الاحصائيه او امور اخرى. اما فيما يخص الاحصائيات المتصله بالتدخلات، وصلت الى ازيد من 40,000 تدخل بمعدل 3470 عمليه شهريا او 115 تدخل يوميا، وبالاحرى معدل 4 تدخلات لكل وحده. وعلى سبيل الحصر، في سنة 2021 سجلنا 32,874، بالمقابل خلال السنة الماضية 2022 سجلنا 41,651 تدخل، أي بزيادة 3577 تدخل وبنسبة مئوية 9% زيادة. تتصدر هذه الأرقام بلدية شلب عاصمة الولاية ب 11,512 تدخل عن طريق وحداتها الثلاثة، وهي الوحدة الرئيسية المتواجدين فيها، ووحدة الشرفة ووحدة الحمادية، بحوالي 27% من مجموع التدخلات الإجمالية التي قامت بها الوحدات، وأقل نسبة نجدها بكل من تاجنا وبني رشد. أما إجلاء وإسعاف المرضى استحوذت على حصة الأسد بما يمثل 28,676 تدخل، تليها حوادث المرور ب 2056 حادث مروري بزيادة 63 حادث عن سنة 2021، أسفرت عن وللأسف 2653 مصاب أو جريح و 63 متوفي رحمه الله، مقابل 44 وفاة في سنة 2021 بزيادة 19 كادو ديسي. وبالفعل تم هناك وتوزيع حوادث المرور عبر الطرقات، نجد في الصدارة الطريق طرق البلدية 925 حادث، الطرق الوطنية 783 حادث، والطرق الولائية 171 حادث، وكذلك الشان بالنسبة للطريق السيال لاكس اوتوريتي، والباقي بوسط المدن او بطرق غير مصنفة. حوادث الدراجات النارية استحوذت على 37% من الحوادث، مجموع الحوادث ب 974 حادث، وللاسف 12 وفاة، هذا اونيكمون لي موطو لي فيلو. حوادث الجرارات، بما ان الشلف ولاية فلاحية بامتياز واستعمال جرارات فلاحية مرتفع في هذا النشاط، ولا يخلو من حوادث، تم تسجيل وللأسف كذلك 30 حادث و 23 جريح و 10 وفيات من جراح حوادث الجرارات. بالنسبة لحوادث القطارات، كون الولاية تعبرها أو يعبرها مسلك أو مسار يفوق عن 60 كيلومتر ويعبر 6 بلديات، واد الفضاء، ولاد عباس، أم الدروع، شلف، واد سلي، وبوقاديل، وهناك حوالي 10 معابر لي باساج انيفو، سجلنا 6 حوادث و 6 وفيات. جهاز حراسة الشواطئ لضمان سلامة وراحة المصطافين عبر 26 شاطئ محروس المنتشر عن أزيد 125 كيلومتر من حدود ولاية مسقالم غربا إلى حدود ولاية تيبازا شرقا، تم تجنيد أزيد من 800 عون، منهم 780 عون موسمي، سي دي زاجون سيزوني. وللأسف تم تسجيل 9 وفيات، لكن بالشواطئ الممنوعة أو الصخرية أو الغير محروسة. كما تم إنقاذ 370 غريق على وشك الغرق اون ديفيكولتي، وتحويل 29 مصطفى نحو المؤسسات الصحية أو الاستشفائية، فيما وصلت نسبة الإقبال إلى أزيد من 4,750,000، معناه زائر وليس سائح، معناه الذين توافدوا على الشواطئ كاللي راح تروفا كاللي ديفوا إلى آخره. فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، قصد حماية المحاصيل الزراعية التي ميزت السنة الماضية
والتي فاقت 70,000 هكتار مزروعة، معنا بلوس دي 70,000 هكتار أمبلافي. هنا ساهمت وحداتنا في مرافقة إخوان الفلاحين لأكثر من 45 يوم، وهذا عن طريق نشر 10 مركبات يوميا عبر المحيطات الفلاحية الخصبة والبعيدة عن وحدات الحماية المدنية، حيث هذه المبادرة انعكس بالإيجابي، إذ لم تتعدى الخسائر في المحاصيل الزراعية أي القمح والشعير والفارينة إلى آخره، الفود سيريال لم تتعدى 32 هكتار من 70، سجلنا 470 هكتار. وهنا نفتح قوس، في ظرف 6 أيام في حريق الرويشية سجلنا أكثر من 350 هكتار، أو بالأحرى منذ جويلي أوت سبتمبر 4.5 شهور لم تتعدى المساحة المحروقة 22 هكتار.